محمد عبد الحكيم، محمد الرماح، مصطفى يوسف، وائل محمود محمد دبيان، بيتر جلال يوسف، محمود محمد العزيز، هاني محمود محمد، صلاح الدين محمد. رئيس، احنا نتمنى ان نحضر امام الهيئه الموقره في هذه القضيه اشخاصها وصفاتها، ولكن في مقر وزاره العدل من الصعوبه بمكان انك تجيبني النهارده هنا، تجيب السلطه القضائيه في مقر السلطه التنفيذيه مقر الشرطه، ونقول ان احنا منعت المحاكمه تحدث بحكمه السادات بعد عملت في ارض المعارض، ما اتعملتش في مقر هيئه شرطيه خاصه ان كل ادله الاثبات اللي ضدنا رجال شرطه، وان قانون التظاهر اللي احنا جايين نتحاكم على اساسه خلاف ما الرئيسي فيه مع رجال الشرطه. فاذا كان الامر كذلك فما هي الرساله التي توجه الينا للوزير العادل بالنقل المحاكمه لمقر الشرطه، خاصه ان ادله الوالد اسمعوه محضر الجلسه اليوم، وكذا